السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، نبدأ محاضرتنا اليوم عن طرق تسعير المخزون. نأخذ الطريقة الثانية، خذنا طريقة وارد أولا يصرف أولا، نفس المثال السابق أحله طريقة وارد أخيرا يصرف أولا. عندي بتاريخ 1/1 في هذا المثال أعطيتكم رصيد 2400 بسعر 80، أضرب الكمية بالسعر تطلع لي قيمة الرصيد 192,000 دينار. أجي على تاريخ 5/1 عندي بجد الوارد أو مشتريات 1200 بسعر 100، أضرب الكمية بالسعر تطلع لقيمة الوارد 120,000 دينار. أجي على اليمن على الرصيد الكمية جد عندي 2400 بسعر 80، أنزلها وأضيف وياها الشراء بسعر 1200 بسعر 100، وراح أضرب الكمية بالسعر تطلع لقيمة الرصيد 312,000 دينار. أجي على تاريخ 8/1 عدي مبيعات أو صادر 1600. إحنا قلنا بهاي الطريقة طريقة وارد أخيرا يصرف أول نأخذها من أقدم سعر، طريقة أول بأول قلنا نأخذها من أحدث الأسعار، هسه بهاي الطريقة الثانية بالعكس أخذها من أقدم الأسعار. أنا أقدم سعر جد عدي 1200 بسعر 100، راح أنزل جد يحتاج بعد بالألف 1600، بعدها 400، منين أخذها؟ من 2400 بسعر 80، وراح أضرب الكمية بالسعر تطلع لي قيمة الصادر 152,000 دينار. أجي على الرصيد، أنا 1200 بسعرها أخذته، ومن 2400 أخذت من عندها 400 بسعرها، شقد متبقي لي؟ 2000، راح أنزله بسعر 80، أضرب الكمية بالسعر تطلع لي قيمة الرصيد 160,000 دينار. نجي على تاريخ 15/1، مش قد عندي مشتريات 1600 بسعر 140، أضرب الكمية بالسعر تطلع لي قيمة الوارد 224,000 دينار. أجي على اليمن على الرصيد، الرصيد أنا إيش قد عندي 2000 بسعر 80، راح أنزل وأضيف ويا إيش قد الشراء بسعر 1600 بسعر 140، راح أضرب الكمية بالسعر تطلع لي قيمة الرصيد 384,000 دينار. نجي على تاريخ 20/1، عندي شقد صادر 200 أو مبيعات عندنا شقد 2000، قلنا هاي طريقة نأخذها من أقدم الأسعار. هنا شقد عندي أقدم سعر 1600 بسعر 140، راح أخذه شقد المتبقي لي من 2400، منين أخذها؟ من 2000 بسعر 80، وراح أضرب الكمية بالسعر تطلع لي قيمة الصادر 2056,000 دينار. هسه اجي علي من على الرصيد، رصيد شقد متبقي لي انا؟ 1600 بسعر 40، 140 اخذته، و2000 اخذت من عندها 400، شقد الفرق بيناتهم؟ 1600 بالسعر، مالته راح ينزل، راح اضرب الكميه بالسعر تطلع لي قيمه الرصيد 128,000 دينار. اجي على تاريخ 25/1، شقد عندي شراء 2800 بسعر 160، اضرب الكميه بالسعر تطلع لي قيمه الوارد 448,000 دينار. أجي أنا على الرصيد شقد عندي 1600 بسعر 80، راح أنزله وأضيف وياه الشراء 2800 بسعر 160، وراح أضرب الكمية بالسعر تطلع لي قيمة الرصيد 576,000 دينار. تاريخ 26/1، أنا شقد عندي صادر 1600، قلنا ناخذها منين هاي الطريقة؟ من أقدم سعر. أقدم سعر شقد عندي 2800، أخذ من عدها 1600 بسعر 160، راح أضرب الكمية بالسعر تطلع لقيمة الصادر 256,000 دينار. سأجعلني من على الرصيد، أنا عندي 1600 بسعر 80، راح أنزله، هنا أنا عندي 2800 أخذت من عدها 1600، فرق بيناتهم شقد؟ 1200، والسعر ما تنزل، راح أضرب الكمية بالسعر تطلع لقيمة الرصيد 320,000 دينار. أجي على اليمن على الوارد، أجمع كمية مالته والقيمة، شقد يساوي لي؟ 500، والقيمة مجموعها شو يساوي لي الحقل؟ قيمة المجموع 792,000 دينار. أجي على اليمن على الصادر، أجمع الكمية شو يساوي لي؟ 500، والقيمة الصادر شو يساوي لي؟ 664,000 دينار. هسه أنتقل على مطابقة صحة الرصيد، أشوف المطابقة شو تساوي لي. عندي رصيد أول المدة 1/1، شقد عندي الكمية؟
2400 بسعر 192 دينار. أضيف وياها الوارد 5600 والقيمة 792 دينار. أطرح منها الصادر 5200 والقيمة 664 دينار، وخليهن بين قوسين. رح شو يساوي رصيد آخر شهر أو آخر مدة؟ 2802 320 دينار. يعني الحل مالته صحيح مطابق. مع تمنياتي لكم بالتوفيق.